مساء الخير، مساء العافية، مساء التفاؤل، مساء التحدي. سألنا نفسنا من قبل شنو هي إنجازاتنا؟ ترى الحياة مثل الساعة الرملية، ما نعرف إيش وقت راح تنتهي. الوقت يمضي ولا يمكن استرجاعه. ما أنتظر حتى تجيني الفرصة، أنا أروح لها، أحقق أحلامي وما أجعل لها نهاية، أوصلها للقمم. أحلامك تستحق العناء مهما كانت بعيدة. نبدأ باستثمار أنفسنا وتطوير ذاتنا، وهذا اللي راح يغيرها للأفضل. الاستثمار في الوقت أستغرق بالتفكير لمدة دقائق فقط لإنجاز مهمة اليوم لازم أنجزها. أستثمر من مواردي الخاصة أو أرباحي اللي راح تجيني. الاستثمار في مجال غيرك ما راغب بالاستثمار به. ليش؟ لأن راح يكون له طعم ثاني. أستثمر في طاقاتي الإيجابية وأطرد كل شيء يحبطني. أستثمر علاقاتي العامة أو علاقاتي الاجتماعية، أتقرب من الناجحين. أفكارنا الحالية هي نتيجة لكل ما مر في عقولنا في الماضي، وإن شروط حياتنا تصنعها أفكارنا. إذا غيرنا أفكارنا راح تتغير شروط حياتنا بالكامل. طبعا توقعاتنا تصبح سببا لما توقعنا. يعني إذا توقعت مثلا راح أكون ناجحة، توقع قوي، فهذا التوقع هو اللي راح يصنع النجاح، لأن أنا أكلم نفسي بما أتوقعه، ومرات أكلم الآخرين، وهذا ما يجعل فكرة النجاح تتمكن أكثر وأوجه سلوكي نحو تحقيقها. الإنسان مثل المغناطيس يجذب نحو الظروف والأشخاص والأحداث اللي تتناسب مع طريقة تفكيره. طبعا الفكرة بلا شعور لا تعمل، والشعور بلا فكرة لا وجهة له. إذا نريد نغير عادة سلبية نخلي مكانها عادة إيجابية، نفكر بيها كثير، نتدرب عليها حتى تصبح جزء عادي من عقلنا. لازم نسترخي. إذا بذلت كل جهدي وطاقتي بالعمل راح يشتت تفكيري وأضيع المشيتين. الأهداف للوصول إلى الهدف هي الرغبة والاعتقاد والثقة الكاملة. أكتب أهدافي وأحدد منفعتي إذا اتحقق الهدف. أحدد وين واقفة أنا، وين راح أصل. أحدد زمنا نهائيا لتحقيق الأهداف. حدد العقبات اللي لازم تتخطاها. حدد المعرفة اللازمة للوصول إلى الهدف. حدد الناس اللي تحتاج التعاونهم للوصول إلى الهدف. اعمل خطة. تخيل أن هدفك قد تحقق. ادعم هدفك بالتصميم والإبداع. طبعا الإبداع يرتبط ارتباط وثيق بنظرتنا إلى نفسنا، يعني ترتبط بمفهوم الذات عند الفرد. والحقيقة ترى أن الإبداع ما مرتبط بالذكاء والعبقرية، بل مرتبط بالتجديد وإيجاد طريقة ما كانت معروفة قبل. ننطي نفسنا طاقة وتنطينا قوة، وتنطينا قوة لازمة للصبر على تعلم الدروس اللازمة حتى نحقق الهدف المراد. وهدفنا أمام نصب عيننا، لازم نحققه ولازم نوصل بعون الله، لازم نوصل. ودمتم حبايب قلبي بألف ألف خير.